طيب، بعض مرضى السكر دكتور طبعا بيبقوا محتاجين يقيسوا كل فتره مستوى السكر عامل ازاي، ففي بعض الناس بيروحوا معامل التحاليل وفي ناس بتجيب جهاز عندها في البيت. هل الجهاز اللي موجود في البيت ده جهاز دقيق نفس النتيجه اللي بتطلع في معمل التحاليل؟ الاجهزه اللي موجوده حاليا بالتقنيات اللي هي النقطه بتتحط على طرف الشريط وخلال ثواني بيقيسها دقيقه جدا، وبنعتمد عليها في معظم الاطفال حتى اللي بياخدوا انسولين بجرعات متقطعه. دي مظبوطه جدا، وزي ما بقول لحضرتك يا استاذ محمد مسموح بفرق من 10 الى 15% بالكثير ما بين اي جهاز والتاني او ما بين اي معمل. دي نسبه بسيطه ومش مؤثره يعني؟ لا لا، مش هتأثر قوي في العلاج. مثلا سكر بقى طيب 160 بقى 170، مش هو ده يعني. طيب، الشيء بالشيء يذكر، برضو في بعض التطبيقات بتطلب مجموعه من البيانات عن الشخص ده وتبتدي بقى ايه تديله بقى بعض التحليلات سواء بالنسبه للسكر او معدل حرق او غيره، مثلا يعني يطلبوا الطول، الوزن، شويه تفاصيل كده يعني، السن. هل التطبيقات دي برضو بتكون دقيقه في نتائجها؟ برضه لازم الطبيب هو اللي يشترك، لان مهما كانت الداتا مثلا شبه سليمه، لا طبعا يعني مثلا في مريض سكر ما يبانش ان عنده قصور في الشريان التاجي في الداتا العاديه، انما لو اتعمل له فحص معين يبين ان عنده قصور في الشريان التاجي. فده مثلا ما تقول له اعمل اكسرسايز على غفله ساعه ممكن يتاذي ويخش عنايه مركزه. هي لازم، هي مساعدة للشباب لكده، لكن المرضى بحقه حقيقي لازم تبقى عن طريق طبيب. في بعض مرضى السكر عندهم مشكلة مثلا في ان ضربات القلب مش بتزيد لما يعمل اكسرسايز، ودي حاجة مهمة عشان توصل الدم، بسبب يعني حاجة معقدة شوية بسبب تأثير السكر على الجهاز العصبي السمباتاوي اللي هو بيزود ضربات القلب لما الإنسان يجري. لو الحكاية دي عند العيان ده متأثرة، يعني الجهاز ده مش جهاز العصبي السمباتاوي مش شغال كويس، يعني نبضه ما بيزيدش اثناء الحركه، ده في منتهى الخطوره يجي على غفله يعمل اكسرسايز جامد. القلب هيعوز دم، ضخ دم اكتر، وهو ضربات القلب ما بتزيدش وما بتوصلوش، ففي الحاله دي ممكن يبقى عرضه لمشكله او جلطه او حاجه زي كده. فكل ده لازم يبقى مونيتورد عن طريق طبيب، وخصوصا في المرضى اللي هم في حقه حقيقي مرضى. شكرا جزيلا دكتور ايهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء.